ازيكم يا اغلى اخوات في الدنيا، وحشتوني جدا. النهارده الوصفه بتاعتنا اقتصاديه، من لف الجلاش هنقدر نعمل صوابع الجلاش اللي بتتباع بره، واحنا عارفين احنا بنجيبها من محلات الحلواني، نقدر بمنتهى السهوله ان احنا ننفذ الطريقه في البيت، وطعمها في منتهى الجمال، حاجه كده بسيطه وفي نفس الوقت سريعه في تحضيرها. اما بقى عن الصوابع الجلاش، زي ما انتم شايفين كده لفه اقتصاديه جدا جدا، شايفين الحشوه كمان طريقتها حلوة وطعمها في منتهى الجمال. اقول لكم على كل التكات، حتى الشربات هنجهزه مع بعض، طريقة حلوة قوي للجلاش الحلو. ان شاء الله وصفة النهاردة تعجبكم، اتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي يا ريت تشتركوا في القناة، وتعالوا بينا يلا نبدأ. اول حاجة هنا عندي لفة من الجلاش، ببتدي اخد ورقة ورقة عشان تديكي لفات اكتر، او صابع الجلاش كده يبقى فيه لفات كتيرة. استخدمي ورقة ورقة، ممكن على فكرة تستخدمي ورقتين، ولكن يعني انا بستكفى بورقة واحدة. بنبتدي يكون عندنا هنا سمنة مسيحينها، وزي ما انتوا شايفين بناخد اول ورقة وبنعملها كده بالفرشة عشان تدينا طبعا الطبقات. هنا انا عندي كنت عملت معاكم الفستق الكذاب، وببتدي احطه. هو مش فستق خالص على فكرة، كنت عملته على القناة ونزلته لكم في فيديو. وبنبتدي بالشكل دوت نحط الحشو، ونبتدي نلفها بالمنظر ده. في كل لفة ببتدي احط مسحة من السمنة، بتفرق معانا جدا جدا. تمام كده، هنجيب بقى هنا الصاج ونبتدي نرصص عليه. هناخد برضو ورقة تاني، وبنفس التكنيك هنعمل مسحة من السمنة، ونبتدي نتني طرف ورقة الجلاش، ونبتدي نحط الحشو. الحشوة بقى بتاعتي انا حطيت مكسرات وحطيت بندق برضو، فالمتوفر عندك ممكن على فكرة تعملي بس بالسوداني ده، على فكرة سوداني مجروش مع شوية من جوز الهند، وببتدي احطهم كده هوت، وببتدي الف نفس اللي احنا عملناه. هخلص بقى لفة الجلاش كلها بالشكل دوت، وطبعا الصاج بتكون عندي مسحة كده بمسحة من السمنة، وبنبتدي بعد كده امسحه برضو من فوق الصوابع قبل ما بقطعها، برضو مسحة من السمنة، وببتدي اقطعه قبل ما بدخله الفرن. نقطعه بقى كده، وبقى طبعا مشغلين الفرن. هبتدي احطه على الرف الوسطاني لحد ما ياخد لون من تحت، وبعد كده بفتح عليه الشواية لحد ما يدينا لون خفيف كده. نمسحه بس كده مسحة من السمنة، طبعا احنا محطناش قبل ما نقطع عشان خاطر مش هتعرفي طبعا تقطعيه. وكده بعد ما طلع معانا شايفين، نيجي بقى للشربات. قبل ما ببتدي ان انا اعمل الجلاش بكون مجهزة عندي الشربات، لازم اسقي بالجلاش يكون بارد. عبارة عن ايه الشربات بتاعنا؟ عبارة عن كوبايتين من السكر على كوباية ونص من المية، وعليهم رشة من الفانيليا. تمام، وبحطهم على النار اول بس ما يغلوا كده اول 10 دقايق، وبطفي عليه لحد ما يبرد. بس كده الشربات بالجلاش بتاعنا وبيبقى جاهز معانا. شايفين الحشوة، بصوا طعمه في منتهى الجمال، جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا.